حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، کہ تو الگرز ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں نماز تھی، نماز کھا بعد میں ہر کے پہنچ جا سکتا بھائی قربانی کرے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آمین يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه فرى نور محمد صلى الله عليه وسلم في سرارك العرش فقال يا ربي ما هذا النور يا جابر ان الله قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجل ذلك النور يدور بالقدره حيث شاء الله ولم يكن ذلك الوقت لون ولا قلم ولا جنه ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على امين ربنا في الدنيا امين امين برکت مند ہے سائیو ایت نماز ہانے دعا کیا خطبہ تھا سائیو لاؤڈ مرشد کریم مدینے پاک کا بڑا گالن حج میں بھی تھا مینا میں بھی تھا دادیا سبحان اللہ رقم لاؤڈ دے سبحان اللہ لاؤڈ دے رقم جی ہاں مرشد کریم سکی سردار علی شاہ کا گالن مدینے مبارک تو سبحان اللہ لاؤڈ دے رقم آمین۔
آمين جيڪي بي سوالي آهن دستگي رجي سب کو خالي ڪري آمين آمين آمين